السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. يقولوا ما تمشي غير فين مشاك الله. لكن انت عايش حياتك وكتحس بالملل، وبغيتي شي حاجه اللي تجي وتبدل لك حياتك وتقلبها سفاعل عليها، فخاصك تحمد الله وتشكره. حيت انا وليت كنتمنى داك الملل اللي كتحس به انت دابا. سميتي صلاح، عندي 32 سنه، تزوجت ملي كانت عندي 27 عام. خليوني نعاود لكم كيفاش تزوجت. كنت معروض لواحد العرس، داك العرس كان ديال صاحبي اللي تزوج قبل مني، وبالصدفة بانت ليا واحد البنت وعجبتني بزاف. ما عرفتش كيفاش تطورت الامور بيناتنا حتى تزوجنا، وديك البنت كانت هي اخت صاحبي. المهم في الاول كانت كتبان بالنظارة وكتقنع بالقليل، ولكن من بعد ما تزوجنا هادشي كله غيتبدل 360 درجة. ولات في شكل وما كترضاش باي حاجة، والماكلة اللي كلاتها اليوم ما تبغيش تعاود تاكلها غدا، حيت كانوا عندها خواتاتها والاغلبيه ديالهم مزوجين برجال اللي لاباس عليهم، وكانوا معيشين في احياء راقيه. اما انا وياها كنا عايشين غير في حي شعبي، واخدين واحد الدوير على قد الحال. انا من الاول كنت هكا وكنت عارف المستوى ديالي، ولكن ما عرفتش علاش تقلبات عليا من بعد الزواج. وليت كندخل بالغوات ونخرج بالغوات. كتقول لي شوف سيادك كيفاش معيشين عيالاتهم، شوف كيفاش كيجيبوا لهم الكادوات كل نهار، انت معيشني في هاد القهرة هادي. المهم واخا هكاك كنت كنسايس معاها حيت كنت كنبغيها. دوزنا تقريبا عام وحنا نولدو توام، والمصاريف تزادو والمدام كتنقر. انا بصراحة مبقيتش قادر على هاد الوضع، خصوصا انني كنت موظف عادي، ماشي بالضرورة نقول لكم الخدمة ديالي، ولكن كانت خلصتي على قد الحال بحال اغلبية ديال الناس اللي من الطبقة المتوسطة. هادشي اثر عليا بزاف، خصوصا اللي كنشوف ولدي وبنتي ما كيلبسوش مزيان وما كياكلوش احسن ماكله. كيبقاو فيا ملي كيجيو يقولوا لي شري لنا شي حاجه وما كنقدرش عليها. داك النهار مراتي صافي طلع عليها الدم وقالت لي شوف الا ما كنتيش غتقدبينا خليني نخرج حتى انا نخدم. كانت الهضره ديالها قاصحه واحد شويه، خصوصا ملي كتبدا تقارني مع رجال اخرين، واي واحد في بلاصتي ما غاديش يعجبو الحال. ما رضيتش وما قدرتش نقول لها خرجي تخدمي. داكشي علاش قلت لها صافي كوني هانية، انا غادي نقلب على شي خدمة اخرى نبقى نديرها في الليل. بديت كنوصي في صحابي وفي المعارف ديالي. ما كملاش حتى سيمانة ويعيط ليا واحد صاحبي وقال لي بلي كاينه واحد الخدمة الا بغيت نبقى ليفري الماكلة للناس اللي كيطلبوها. داك السيت كان معروف في المغرب واغلبية الناس كيكومونديو منه، بلا ما نذكر سميت السيت حيت ما عنده حتى شي معنى وما غيزيد والو في القصة. مشيت للمقر الرئيسي ديالو فين كيقبلوا الناس، ودويت مع السيد اللي مكلف بالناس جداد وطلبات الشغل. المهم علمتو بلي عندي خدمه في الصباح، داكشي علاش قال لي غنبقى نجي مع الربعه ونخرج مع 12 ديال الليل، يعني 8 د السوايع. انا في الخدمه ديالي كنت كنخرج مع 3 د العشيه، كتبقى لي ساعه كنرجع فيها للدار نبدل حالتي وندوش. ما كيقدنيش الوقت باش ارتاح، ولكن قلت هادشي كامل على قبل مراتي وولدي وبنتي باش ما تخصهم حتى شي حاجه. اش غنقول لكم، عييت بزاف ولكن ما كنتش كنقدر نتشكى، خصوصا انني وليت كنلقى مراتي ضاحكه شويه وفرحانه. وليت مره كندخل عليها شي حاجه ولو بسيطه، المهم انني نشوفها ضاحكه وفرحانه وما بقاش نسمع صداعها. المره ديالي طمعها غادي وكيزيد، خصوصا ملي عرفاتني وليت خدام جوج خدمات، ولات كتطلب ليا شي حوايج اللي كثر من الاستطاعه ديالي. كتقول لي بلي عندها كريديات اولا دايره قرعه مع العيالات. فلوس الخدمه الثانيه كاملين تقريبا كتاخذو، وباش سالات معايا مشات لعند واحد الدهيبي بلا خباري وحطات على واحد الشرط لا تكون دايره شي 3 المليون. كان عقل داك النهار تغاوتنا بزاف، ولادي كانوا مخلوعين، كنت كنراعي ليهم وكيبقاو فيا، ولكن هاد المره زادت فيه. ولات كتخرج شي الفاظ خايبه على فمها لي ما قدر حتى شي واحد يتحملها. كانت هذيك اول مره غنمد عليها يدي. مشات لدارهم وطلبات مني الطلاق،
حاولت انني ارجعها وما بغاتش، حتى من المحكمه عطاتها الولاد. رجعت الحياه ديالي العاديه وروتيني، ولكن على الاقل تهنيت من داك الغوات ديالها. ولادي كان عندي الحق نشوفهم مره في السيمانه. كملت في الخدمه ديالي ديال الليل، كنت ناوي نجمع الفلوس وندير شي حاجه اللي ارجع عليها ونخلي مراتي تندم حيتاش مشات وخلاتني. حياتي غادا تبدل في ديك الليله. كان ديك الساعه الحجر الصحي وما كانوش الناس كيخرجوا بزاف، داكشي علاش كانت عندنا الخدمه كثيره، حيت الاغلبيه كيكومونديو شي حاجه اونلي. كنت غادي كيف العاده موصل الكوموند لواحد السيده اللي ساكنه تقريبا في واحد البلاصه راقيه، ودوك الاحياء اللي اغلبيه كيكونوا خاوي، وعاد ديك الوقيته كان الحجر الصحي، يعني ما تلقاش شي واحد كيدور تماك، كاين غير البوليس اللي كيشدوك في الطريق. مشيت وصلت لها الكوموند ديالها، نزلات وخلصاتني. ويلا غادي نمشي في حالي وهي تقول لي بلات. قلت لها ياك لاباس لالا. ديك المرة كانت في شي شكل بحال الا كتسهف بنادم، بقات كتشوف فيا وعينها خارجين لدرجة انني تنويت. قلت لها ياك ما كتعرفيني ولا شي حاجة. قالت لي انت باين عليك ولد الناس وانا غادا نثيق فيك، انا كيف ما كتشوف وحدانية وعايشة بوحدي وبغيتك في واحد الخديمة. قلت لها الا كنت نقدر عليها مرحبا. قلت لها ولكن دابا راني مزروع وخاصني نمشي حتى نعاود نرجع لعندك. قالت لي شوف، هاد الخدمه اللي بغيتك فيها غادا تغنيك على هاد الخدمه هادي اللي انت خدامها دابا، وكتدور في الليل والناس ناعسين في ديوره. انا ملي سمعت هكاك زاد معايا الزايد، وقلت لها وشنو هي هاد الخدمه. قالت لي بغيتك توصلني لواحد البلاصه غادي ندخلو لتماك، وداك الشيء اللي لقينا غادي نقسموه انا وياك. قلت لها ما فهمتش. قالت لي غير ثق فيا. قلت لها كيفاش غنثق فيك وانا ما كنعرفكش، اصلا هاد الهضره اللي كتقولي راه ما كتدخلش للراس. قالت لي الا عندك شويه ديال الوقت دخل معايا للدار وغنفهمك كلشي، ومن بعد يلاه معايا. قلت لها بصراحه راه ما عنديش الوقت. قالت لي شوف، هاد الفرصه جاتك حتى بين يديك، انا عارفك الخلطه ديالك على قد الحال وما كافياكش، وانت كتشوف بعيد، هادشي بان ليا في عينيك باغي توصل وكتطمح لشي حاجه اللي كبيره. قلت ندير خاطرها ودخلت الموتور تماك ودخلت معاها للدار. البارطما ديالهم كانت كالم، ما كاين حتى شي واحد تسمع صوته. دخلتني وسدينا الباب، سولتني واش نشرب شي حاجه. قلت لها لا راني مزروب، الا ممكن تشرحي لي شنو كاين. قالت لي اسمعني، انا راني شريفه ولاباس عليا، وعائلتي حتى هما لاباس عليهم، هادشي كامل درناه بداكشي اللي كنلقاو. قلت لها ايناش؟ قالت لي زعما الكنز، حنا كنشوفو وكنقدروا نعرفو بلاصه الكنوز. بقيت كنضحك وكنقول لها راك غير كتخرفي، هادشي ما كاينش. قالت لي وزيد قدامي وغتشوف داكشي بعينيك. قلت لها وعلاش انا غديني معك؟ شوفي شي واحد من عائلتك يمشي معك حسن ليك. قالت لي لا، عائلتي غير الغداره، والا وريتهم داكشي غادي يديوه ليا، اما انت ظاهر فيك ولد الناس، وكيف ما قلت لك اللي لقيناها غنقسموها بجوج. انا مرا وديك البلاصه شويه خاطر، وفي النهار كيكونوا العينين محلولين، غادي يشوفوني وغيتبعوني، اللهم دابا في الليل. شوف راك ما غاديش تندب، غير ثق فيا. قلت لها واخا نمشي معك. نيت كانت باقا ليا غير شي ساعه ونسالي الخدمه، مشيت معها ركبت ورايا في الموتور. بقينا غاديين حتى لقينا واحد البارج البوليس. قلت لها ناري راه غيشدوك، واش عندك شي ورقه باش تخرجي؟ قالت لي غير سير ما تخافش. تصوروا معايا دزنا من حدا البارج البوليس وما هضروش معانا وما وقفوناش بحال الا ما شافوناش اصلا. بقينا غاديين تقريبا شي جوج السوايع، لدرجه انني كنقول لها بلي الموتور غيخوالي. كتقول لي صافي راه قربنا، حتى وصلنا لواحد الخلا. اش غنقول لكم، ما كاينش الديور اصلا تماك، كاين غير شي خرابي والكلاب وحدهم اللي كانوا كيدوروا. قالت لي صافي وقف هنايا. نزلنا انا وياها وتمينا غاديين في داك الخلا، انا غادي قدامها وهي تابعاني وكتنعت ليا منين ندوز. بقينا غاديين وكنتعمقوا كثر في ديك البلاصه، حتى بانت ليا واحد الخربه في شي شكل، غير الشوفه فيها تخلعك، كتبان مهيابه، وكان واحد الكلب كحل واقف قدامها. قالت لي هذيك هي البلاصه، خاصك تدخل تماك، تماك غتلقى الذهب. قلت لها ولكن يلا دخلي معايا. قالت لي لا ما نقدرش، الا دخلت لتماك غادي نغيب ولا طرا ليا شي حاجه، غير دخل نتايا، انت راك ما مقيوس وما عندك علاقه بهذا العالم. بصراحه انا في ديك اللحظه بديت كنتخلع، مبقيتش فاهم هاد المراه هادي شنو باغيه بالضبط.
هزيت الحجر وبديت كنشير على داك الكلب باش يحيد من قدام الباب، ولكن والو ما كيتحركش. كنحس بحال شي حاجه كتدفعني باش ارجع في حالي، وكل ما زدت لقدام قلبي كيتصير عليا والنفس كتقطع عليا. كنقول لها هاد البلاصه راه ماشي عاديه، قالت لي بطبيعه الحال ماشي عاديه، ولكن غير دخل وما تخافش ما غيقيسك والو. قلت لها لا لا غنمشي في حالي. قالت لي وقف، تفكر الفلوس اللي غيوليو عندك، تقدر تشري دار اللي بغيتي ودير مشروع راسك، ما تحتاج تخدم عند عباد الله، وتقدر تزوج شي وحده تكون آية في الجامعة. داك الكلب ما بغاش يتزعزع من بلاصتو، وجاو كلاب اخرين تزادوا معاه. قلت لها دابا اش غنديرو، راه يمكن حارسين ديك البلاصه. زادت هي القدام وقربات منه وبدات كترش شي حاجه اللي ما عرفتش شنو هي، كانت دايرها في واحد الميكا، وقالت لي هاك هادي، ومع كل خطوه غديرها رش شويه منها. وداك الشيء اللي كان بديت فيما كنزيد خطوه كنرش شويه من داك الميكا، مع حدي كنقرب وانا كنزيد الرش، حتى وصلت لحدا الكلاب. ملي رميت حداهم داك الشيء تخلعوا وهربوا، بقاو واقفين بعيد وكيشوفوا فيا. انا ما عرفتش بصراحه ديك الميكا شنو كان فيها، ولكن على الاقل نفعاتني. دخلت ديك البلاصه وانا مضوي غير بالبيل ديال التليفون، كنت كنسمع شي اصوات في شكل بحال شي ناس كيهضروا، بحال شي واحد عايش هنايا في هاد الدار، وكنسمع صوت تقرقيب. طاحت واحد الخشبه حدايا على شويه مضرباتني راسي، قفزت من بلاصتي وطحت في الارض، وبقيت كنضوي للجهه اللي جايه من هذيك الخشبه، ولكن ما لقيت والو. نط رجعت وقفت على رجليا وبديت كنقلب، بقيت كنضوي وكنقلب حتى بان ليا واحد الحيط محفور وكتبان الداخل ديالو شي حاجه اللي كتلمع. ضويت بالبيل تماك وخشيت يدي وانا نلقاه. لقيت الذهب، لقيت بزاف ديال اللويز وحتى السناسل وخواتم. بقيت كنجبد داكشي وكنخشيه في ديك الميكا حتى حسيت بها عمرات وتقالت، وهو ما بغاش يسالي. مع جيت نخرج هو يبان ليا واحد الشيباني كان جالس حدا الباب، لحيتو بيضة وطويلة وعينيه كيخلعو وجهو كله مكمش، كان داير فحال شي بوهالي، هز واحد القفة في يديه وكان لابس واحد الجلابة كاملة مقطعة. أنا تبهضت ملي شفتو، معرفتش واش نخرج نهرب في حالي أولا ندوي معاه. جمدت في بلاصتي شوية ويا طلع عليا ديك المرا من الشرجم وقالت لي خرج خلاص. قلت لها شوفي هذا اللي واقف هنا، قالت لي خرج راه ما عنده ما يدير لك. وداك الشيء اللي كان خرجت من تما كنجري. قلت لها شكون هو داك الشيباني، واش هو مول الدار؟ قالت لي هذاك راه جن، واش ما كتفهمش؟ الدار راه محروسه وعندها حراس ديال الجن، وحتى داك الذهب اللي هزيت راه عنده الحراس ديالو. قلت لها وشنو كيعني هاد الشيء، واش غيتبعونا ولا شنو؟ قالت لي لا ما عندهم ما يديروا ليك، اصلا داك الذهب من حقي ومن حقك حتى انت. بقيت كنشوف فيها وكنتسناها تزيد تشرح ليا، ولكن ما عطاتنيش فرصه. قلت لي يلا سير خصنا نحيدو من هنايا. طلعنا في الموتور وبقيت كنحاول نديماري، ولكن ما بغاش يزيد. درت لفت ويبان لي داك الراجل تماك كان واقف قدام الباب، ويلا شفتيه وحققتي فيه باين باللي ماشي بنادم. دوك الكلاب الكوح اللي كانوا حدا الباب مشاو لحداه ووقفوا حتى هما. شويه وانا كنديماري الموتور رجعت هزيت راسي فيه وما لقيتوش. غبر ما فهمتش كيفاش تحرك بديك السرعه، ما كامله حتى خمسة ديال الثواني. دوك الكلاب كانوا جايين وكيقربوا لينا، كانوا كيتمشاو شويه ولكن كيخلعوا، ما كيبانوش كلاب عاديين. وانا مدابز مع الموتور وكنغوت على المراه وكنقول لها خرجتي عليا في هذه الليله. شويه ويدا ماري الموتور وتحركنا من تماك. وهاد المره دزت من واحد الطريق اللي مختصره، وصلنا ضاغي، بقينا غادي ما بين الدروبه وما شديناش طريق الشانطي. رجعنا ودخلت معاها للدار، جبت داك الذهب وانا كنضحك وفرحان، وقلت ليها ما عرفت شنو اللي جابك في طريقي، ولكن هذه هي اسعد ليله دازت في حياتي. قالت لي جبت ديك البركه نشوفوها، جبت ديك الميكا وسستها كامله فوق الطبله. اش غنقول لكم، لقينا تقريبا تكون تماك شي 7 ولا 8 كيلو ديال الذهب. قالت لي شنو واش جبتي داكشي كامل اللي كان تما؟ بقيت كندورها في راسي، تفكرت باللي ما هزيتش كلشي، ولكن ما قلتهاش ليها. قلت لها كاع داكشي اللي لقيت هزيته. قالت لي وعلى هذا الحساب تستاهل شي عشاء فاعل تارك. مشات الكوزينه وجدات العشاء وتشاركنا الماكله، من بعد عطاتني حقي وقالت لي الله يعرضك السلامه.
من اليوم ما تعرفني ما نعرفك. قلت لها كوني هانية، قالت لي سير دير شي حاجة بهذا الذهب، عندك تخسرو على والو. قلت لها انا عارفش غندير به. ما بين ليلة ونهار تبدلت حياتي، بديت كنحمد الله ونشكره وكنقول واخيرا واخيرا ما بقيتش محتاج نخدم عند الناس. هاد الفلوس هادو نقدر نمشي ندير بيهم شي مشروع، ونبيع كاع ديك الدار اللي انا فيها ونشوف شي دار حسن. ديك الليلة ما نعستش بقوة الفرحة، بديت كنحلم وكنتخيل شنو غندير بدوك الفلوس. رغد لي على الصباح مشيت للقيصريات، ما مشيتش للخدمة، بقيت كندور على الذهيبية وكنوريهم غير واحد اللويزة صغيرة باش نشوف زعما شحال غيعطيوني فيها. بقيت كنقلب على شكون اللي يعطيني احسن ثمن. المهم درت عليهم كاملين، وفي الاخر بعد داك الذهب وجاب لي تقريبا شي 220 مليون، مبلغ اللي واخا كنت نخدم حياتي كلها ما نجمعوش. وبالفعل تبدلات حياتي، وبعت حتى ديك الدار اللي كنت فيها، الجيران ما فهموا والو، وحتى من مراتي وصلتها الخبار. المهم فتحت المشروع ديالي، والفلوس اللي بقات خديت بيهم واحد البارطمان في بلاصه اللي راقيه شويه على الحي اللي كنا فيه. ديك الفتره مراتي بدات كتصل بيا بالنمره اللي ما بايناش، اولا كتصيفط ليا شي حد من العائله باش يسول ويعرف منين جاتني الفلوس، ولكن انا ما عمرني ما عطيتهم راس الخيط. ولات عندي واحد القيمه في وسط العائله، ما عمرهم ما كانوا كيحاشيوهالي، ولكن بعد ما ولات عندي الفلوس كلشي تكب عليا، وكلشي ولا باغيني نسلفو ولا نعاونو. ولادي وليت مهلي فيهم، وكاع داكشي اللي كيبغيوه كنجيبولو. والمشروع ديالي كان غادي مزيان، حيت جا في بلاصه شعبيه. دازت تقريبا شي 6 شهور، مراتي ولات كتجي عندي حتى للدار، وكتجيب معاها الدراري زعما كدير بهم السبه، كترمي لي الهضره زعما راه باغانا نرجعو. ولكن انا ما كنتش محاشيها لها، حيت عرفتها جايه غير على قبل الفلوس. وليت كنخرج مع البنات واعطيها غير الصهير والشراب. وليت هامل المشروع ديالي وقليل فين كنمشي نطلع على الخدامه، حتى ولاو دايرين ما بغاو، كانوا كيشفروني. وحتى الكليان نقص على ما كان، حيت ما كيتعاملوش مزيان. هادشي سبب لي ازمه وقربت ندير فايت. تعصبت بزاف وبقيت كنقول ما بغيتش نرجع للحاله اللي كنت فيها من قبل. ما يمكنش حتى وقفت على رجلي ورجع نطيح عاوتاني. ديك الليله عاوتاني ما دانيش الناس، واول حاجه فكرت فيها هي رجع لديك الخربه الملعونه. بغيت نقول الخربه اللي بدا من هذاك الشيء كامل اللي لقيت فيها الذهب، انا متاكد باللي باقي غيكون تماك، وخصني ضروري نرجع ليه وناخذه بلا ما ندي معايا ديك المره. انا ما خديتش ديك المره كلشي وغير كذبت عليها، ودابا جا الوقت فين ناخذ داك الشيء اللي من حقي. نطت وقلت غنمشي في داك الليل، خصني ضروري الذهب باش نرجع نوقف المشروع ديالي. هزيت الطوموبيل ومشيت لديك البلاصه، ما تبدلاتش على المره الاولى اللي شفتها، باقي غير الخلا والقيفار تماك والخرابي اللي كيخلعوا، وحس بنادم اللي مقطوع. واخا كان ديك الساعه سال الحجر الصحي، تميت غادي لديك البلاصه اللي كانت مظلمه، وكيف العاده كنضوي غير بالتليفون. ما قدرتش ندخل بالطوموبيل ديك البلاصه، ما حدي كنقرب وعاوتاني نفسي كتقطع وقلبي كيضرب شويه، ويخرج قدامي داك الكلب الكحل، عاوتاني بقى كيشوف فيا دوك الشوفات اللي كيخلعوا. انا ما تسوقتش ليه وتميت غادي. دخلت ومشيت نيشان ديك البلاصه، خصيت يدي في داك الحيط اللي كان مهرس، ويلا بغيت نجبد الذهب ويتشدني شي يد من الداخل. بقيت كنغوت ورجعت باللور، ويدي ما بغاتش تطلق، بحال شي واحد شادها ومزير عليها. لساني تربط وحسيت براسي مقجوج بحال شي واحد مزير ليا على حلقي. طحت في الارض وبقيت كنتركل. من بعد عاودت نط وضويت بالبيل، جيت لديك الحفره اللي فيها الذهب، وما يبانوا ليا واحد العينين كيخلعوا. بقيت كنغوت وبغيت نخرج في حالي، ولكن المصيبه ما لقيتش الباب. عييت ما نقلب عليه، يلاه كان هنايا، ما فهمتش. يلاه دخلت منه فين غبر. بقيت في داك الظلام والبيل ديال التليفون كيمشي ويجي، كنت كنحس بهم دايرين بيا، مخلوع بزاف وما عارف شنو كيتسناني. بزاف الاصوات دايرين بيا، نسا ورجال وكيبانو معصبين كيديرو شي اصوات بحال ديال الحيوانات. جلست في الارض وشديت في راسي، ودوك الخيالات كيدورو بيا. شويه سمعت شي حاجه كتحرك لجهتي، كتحرك بشويه. مع هزيت البيل ديال التليفون وضويت لديك الجهه، ويتبان ليا واحد المراه على شكل معزه. انا مفهمت والو، كنقول لكم كنشوفها قدامي،
معزه على شكل مرأة واقفه وكانت كتخلع. عقلي ما قدرش يستوعب داك الشيء. هي جايه وكتقرب مني وانا كنزيد نبعد. بديت كنذكر الله ولكن لساني تربط عليا لدرجه انني نسيت القران. حتى الصوره ما بقيت عاقل عليها. حسيت بشي يد تحطات عليا من اللور ودرت بزربه وقويب ليا داك الكلب اللي كان على برا. شويه ويقلب سيفته ولا على شكل راجل. راجل اللي كان وجهه كحل وعامر بالزغب وعينيه كانوا كيلمعوا. ما عرفتش كيفاش قدرت نوقف. وقفت على رجلي وتميت غادي كنجر حتى دخلت لواحد البيت. في ديك اللحظه البيل ديال التليفون طفى ليا في مره ما بقاش باغي يشعل. بقيت غير كنقلب بيدي على شي شرجم ولا شي باب وانا كنسمع صوت الرجلين كيتمشاو جايين لجهتي. راسي كان كيضرني بزاف ودنيا كيصفروا. تصوروا بقوه الخلعه وليت كنهترف وما عارفش راسي اش كنقول. كنحس بلحمي سخون بزاف. بقيت متبع الحيط حتى حسيت بواحد الشرجم. يلا حليتو وقلت واخيرا غادي نخرج. وانا نحس بشي حاجه شداتني من اللور وجراتني. ماشي غير جراتني ولكن رماتني بحال الا عندها شي قوه اللي كبيره بزاف وماشي عاديه. هاد المره كان غير الظلام. ما قدرتش نشوف شنو كيطرى ليا ولا شكون معايا حيت حتى من التليفون طاح ليا من يدي وطفى. كنت كنحس بالدق والضرب في لحمي كامل بحال كناكل العصا ديال بصح. شي حاجه كتعضني في كتفي وحاجه اخرى في يدي. لحمي كامل بدا كيضرني وانا كنغوت وكنقول لهم بعدو مني. بقيت كنزاوق فيهم وكنقول لهم اخر مره غنجي لهنا وغرد لكم الذهب ديالكم غير تلقوني. ديك الليله كانت اكفس ليله في حياتي ودازت طويله بزاف. ما بغاتش تسالي. درت كاع المحاولات باش نخرج من تما ولكن ما قدرتش. في الاخر استسلمت وقلت صافي هذه الاخرى عليك. كنت كنحس بحال شي كلاب كينهشوا فيا وكل واحد منين كيجرني. بقيت هكاك حتى غيبت. وملي غيبت بديت كنشوف شي حوايج اللي ما يطيحوش على البال. حسيت براسي بحال الا كنت في شي مقبره ولا في شي عالم اللي ماشي بحال ديالنا. عالم اللي في شكل كان كيحسب لي غير مت وكنتعذب. طاحوا في بالي ولادي في ديك الساعه ولكن كنت بحال الا محبوس وما قادرش نخرج من ديك البلاصه. في ديك البلاصه شفت بزاف د الناس ولكن ما كانوش كيشبهوا لنا. كانوا ودنيهم طوال وحتى هما طوال بزاف وما كانوش كيتمشاو على الارض. كانوا فحال الا مهزوزين. كانوا كيضحكوا فرحانين حيت كنتعذب. من اللبس ديالهم كانوا كيبانوا اغنياء ولكن من بين دوك الناس خرج واحد اللي خلعني. واحد اللي كله كحل. يمكن هو نفس الراجل اللي كان على شكل كلب حيت كيشبه له. وجهه عامر بالشعر ودنيه طوال وكحلين. ما كانش لابس بحال دوك الناس ولو بغيت نقول دوك المخلوقات. جا قرب مني وانا طايح في الارض وهزني من الارض من عنقي وتقجيت. عيني خرجوا فيه. كنت كنقول شنو واش مت وغنعاود نموت. مبقيت فاهم والو. حتى فقت مخلوع في ديك البلاصه. بغيت نقول ديك الخربه. حسيت بالقضيه شويه تكالمات وما بقيتش كنسمع دوك الاصوات ولكن لحمي كان كامل كيضرني ورجليا ما قادرش نوقف عليه. حتى من راسي ما قادرش حتى ندوره. عنقي تكوانسة شويه وانا هكاك هو يتحل الباب نفس الباب اللي دخلت منه. واخيرا بان ليا شويه ديال الضوء بزز حتى قدرت نوقف غادي وكنتعثر. قربت حدا الباب يلا بغيت نخرج منه ويبان ليا داك الشارف اللي بان ليا المره اللي فاتت. نفس الراجل لحيته بيضه وطويله ولابس كل شيء كحل. دوك الحوايج ديالو كانوا مقطعين. هز واحد القفه في يديه شفت فيه مزيان وبانوا ليا عينيه في شكل ما عندوش ديك البيوضيه اللي عندنا حنايا. كانوا عينيه كاملين كحلين. انا تخلعت وبقيت واقف في بلاصتي ما عرفتش واش نقدر نخرج ولا لا. بقيت كنبكي شويه ويحيد من حدا الباب بحال الا كان كيقول لي صافي خرج. وداك الشيء اللي درت خرجت في حالاتي كنزيد خطوه وكنطيح. داك الباب تسد ورايا واخا اصلا كان مخرب. تميت غادي شويه وانا ندور وبانوا لي دوك الكلاب عاوتاني حدا الباب. ما قدرتش مازال نشوف في ديك الدار ولا ديك الخربه. وصلت للطوموبيل واش غنقول لكم لقيتها في واحد الحاله اللي اكثر من الحاله ديالي. كان الزاج ديالها مهرس وكانت مبوطه من القدام بحال الا درت شي كسيده. ركبت فيها وديماريت تحركت من تماك وانا كنشوف داك الراجل الشارف
اللي كان باقي واقف حدا الباب. زدت في السرعة وبقيت غادي حتى وصلت لدار ديك المرأة، المرأة اللي بدات من عندها القصة ديالي. بقيت كنصوني وكندق عليها وكنقول يا ربي ما تكونش بدلات العنوان. وبالفعل حلات لي الباب، اللي شافتني في ديك الحالة تخلعات. قالت لي مالك هكا، اشنو طرا عليك؟ قلت لها نسولك انتي، هذيك الخربة اللي مشينا لها شنو فيها؟ راكي خرجتي عليا ودمرتي لي حياتي، شوفي بسببها كيفاش وليت. قالت لي ما يمكنش، كون طرا لك هادشي كون طرا لي حتى انا، انت اكيد غدرتي بيا ولا درتي شي حاجه ورا ظهري. دخلت عندها للدار، قالت لي سير غسل حالتك. مشيت الحمام كنشوف وجهي تخلعت، كان كله مضروب، وحتى من يديا كانوا مقموشين وفيهم الاطراس ديال السنان بحال شي واحد عضني. كنت كنتالم لدرجه حوايجي ما قدرتش نحيدو. دوشت ورجعت خرجت عندها، عطاتني واحد الجلابه وقالت لي البس هادي ديال المرحوم راجلي. لبستها وجلست حداها، بقات كتشوف فيا وقالت لي عاود لي شنو درتي. قلت لها بصراحه انا رجعت لديك الدار بلا اخبارك حيت كان باقي فيها الذهب وانا كنت محتاج للفلوس. قالت لي انت اللي غدرتي بيا، هذاك الذهب راه عنده الحراس ديالو، والحراس ديالو ماشي ناس، راهم من الجن. ديك الخربه اصلا بمواليها وانت هجمتي عليها وبغيتي تدي لهم رزقهم، علاش رجعتي بلا بيا؟ قلت لها ما كانش عندي حل اخر، المشروع ديالي غادي وكيرجع للور، وانا خفت لها رجع ليا مات الفقر. ديك الليله بت تماك عندها، والغد ليه قالت لي بلي باغا تدخل معايا شريكه في المشروع. وداكشي اللي كان، دخلت معايا شريكه وكبرنا داكشي كتر، والامور ولات غاديه مزيان وحسن كاع. من بعد وليت كنبغي هاد المراه، وقررنا انا وياها اننا نتزوجوا. مراتي ملي ساقت الخبر ما عجبهاش الحال، ولات كتجي عندي حتى للدار وكتدق عليا وكتبدا تبكي وكتقول لي حشومه عليك تخلي مت ولادك على قبل وحده جديده. ولكن انا صافي قلبي كان نفر منها، خصوصا ان هاد المراه الجديده اللي كانت سميتها سعاد عاونتني بزاف ورجعتني نوقف على رجليا، وعاد كانت عندها الخير والبركه. فيما كتحطي يديها في شي حاجه كتصدق، وانا هادشي اللي زاد علقني بها اكثر. ولادي كيف العاده كنت كنشوفهم مره حتى لجوج في السيمانه، كنت كنشري لهم كاع داكشي اللي كيخصهم، والحمد لله لحد الساعه انا باقي معاها. وهادي تقريبا شي 3 شهور باش قالت لي راها حامله، وانا فرحان بزاف. كانت هادي هي قصتي والحاجه اللي بدلات حياتي وخرجتني من داك الروتين اللي كنت كنعيش فيه. كنشكر بزاف الناس اللي سمعوا القصه، وكنشكر مول القناه حيت غيبارطاجيها عنده. الخوت هنا كتسالي قصتنا ديال اليوم، كيف العاده اللي عنده شي قصه فحال هادي يقدر يصيفطها ليا في انستغرام. كنبغيكم بزاف، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب الا ما كنتوش دايرينا، وتبارطاجيو القصه ولو غير مع واحد اللي كتعرفوه، حيت هادشي غيزيد يكبر القناه ويكبر العائله اكثر. شكرا لكم، ونخليكم في هاد الساعه حتى القصه الجايه. السلام عليكم.